السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم مباشرة في قناة زينو يا ماشدي. إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. ما رأيكم في الحماس هذا أعزائي المشاهدين؟ المهم عودة إلى الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم فيه لقطات جميلة جدا وصور رائعة تم إرسالها لي من عند أخونا الجزائري فتحي صافي، وتحية لكل سكان بليدة وتحية لكل سائقي الدراجات النارية. رفدوا يديكم معايا وادعوا إن شاء الله ربي يحميهم وإن شاء الله ربي يحفظهم، ويعني ما تنساوش ديروا لي كاسك وكونوا حذرين في الطرقات والسرعة والسرعة حذاري والسرعة مناطق غير مهيئة للسرعة. المهم الفيديو هذا يعني نظرا لبعض الفتنة وبعض الكلام الذي يقال في وسائل التواصل الاجتماعي بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، بطبيعة الحال الناس اللي يقولوا ذا الكلام لا يمثلون إلا أنفسهم. قال المحبة والأخوة واضحة بين الشعبين، والحمد لله الشعب واعي والناس واعية. نشوفوا شباب في سن الصغور يعني واعي بهذه العقلية، واعي بهذا أكيد اللي راهم باغيين يديروها لنا بيناتنا احنا الشعبين برغم الحب اللي كاين بيناتنا. يعني الحمد لله، نقول الحمد لله. شوف مجموعة من الدراجات النارية في الحدود الجزائرية المغربية يوجهون تحية المحبة والسلام للشعب المغربي بعد كل الفتن الذين يعني أرادوا أن يشعلوها وأرادوا أن ينوضوها، يعني ينهضوها، يعني نوض ترقد نوض بولور، أرادوا أن يوقظوها بين الشعبين الشعب الجزائري والشعب المغربي. ولكن الحمد لله نظرا لوعي الشعب ونظرا لوجود يعني مجموعة من الناس اللي واقفين يعني ناس جادة واقفين على هذه العلاقة، الحمد لله يعرفوا مبادئ الإسلام ويعرفوا أن الدين تاع الإسلام تاعنا هذا ما قالش زيد النار وزيد الطين بلة وزيد التبن للنار، ما قالش أنك لما تصيب زوج متخاصمين تخاصم مع واحد فيهم وكمل الحرب هذيك، ما قالش يعني سب وشتم وما قالش اطعن وقول كلام يعني ما عندوش علاقة مع الواقع، وما قالش اشعل فتنة ووجه ناس فيها معلومات خاطئة، وما قالش يعني انشر الكراهية في الشعوب وانشر الاكاذيب في الشعوب، وانما دين الاسلام قال انه نحن امة واحدة. والله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي بيناتنا اليوم بكى على الحال اللي رانا فيه. خوتي خواتاتي الوي، يلا شوفوا الفيديو وتحية لخونا فتحي صافي، رابط الفيديو رابط قناة موجودة بالديسكريبشن بوكس لكل محبي درجة نارية. يلا نشوفوا مع بعض خوتي خواتاتي. وعليكم السلام. توجور حبكم توجور الموت عليكم. الله يحفظك. المغرب من اخواتنا من كل ولايات، شوفوا معنا من كل الولايات شباب جزائري في الحدود الجزائرية المغربية في تلمسان هنا، وهي المغرب من وراء يعني كما تشاهدون طبيعة الحال. وهل هناك أجمل من هذا؟ شباب في زين الظهور في سن الظهور عفوا، وشوف درجات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني واعيين بالمسؤولية واعيين بالكلام اللي واعيين بالشي اللي رام يديروه الحمد لله، وخاصة في الوقت هذا الحساس اللي بزاف ناس باغين يتكلبوا علينا وباغين يديروا فتنة بيناتنا. الحمد لله الوعي مازال كاين. يعني شباب هذو من كل الولايات الجزائرية بطبيعة الحال. أنا مع خاوتنا كل واحد يقول لنا من الولاية. وبيكم فورسي فورسي تونان فورسي مرسى بن ميدي في الحدود. ليدونا رايح فتكم ناس ديال تحية الناس ديال تحية الناس بليدة تحية الناس تلمسان تحية مرحبا تلمسان تحية الناس تلمسان تحياتي لكم. تحية خويا مرحبا بك. ايوا خويا الله يحفظك. تحية مرحبا بك حبيبنا الرسول عين. مرحبا بك خويا تلمسان. مرحبا بك عاد في تلمسان فتحي خويا، بعث لك الصحة. الله يحفظكم. لك الصحة خويا فتحي. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. الحمد لله. خويا فتحي العاصمة السي زباينة. فلومبو جاي داك السي زوين. فلومبو كاليتوس. فلومبو راك خلاطي. تحية الناس العاصمة الناس خميس خنشلة، تحية الناس بومرداس كل سكان الجزائر، تحياتي لكم ولايات يعني خويا نيني خوك الجزائر قاعد يحبوكم قاعد يموتوا عليكم. مرحبا بك الله يحفظكم. الله يحفظكم. تحية المغاربة خوا خوا في بلاجيري. الحمد لله الحمد لله. دراري شوف يعني سنه يبان صغير هذا الشاب وبروم ذلك يعني قدسي الدراجة يعني ناري. مرحبا بك خويا فتحي. قلنا كيف جيت؟ سمعتي لقينا به فوهران قالنا نجي ديرك غدوة قالنا غدوة. الله يخلي في خاطرك سفيان وقادير ومحمد وشيكن روايا. شيكن روايا. ربي يحفظك. الله يحفظك. جاز خويا ومحمد مرحبا بك خويا عدد تسلم غنية. غنية. مرحبا بك خويا ربي يحفظكم. تحية ربي يحفظ ان شاء الله مع الناس بريكم. بارك الله فيكم. الله يبارك. تحية خونا والله يحفظه والله يحفظ الناس. بارك الله فيكم ربي يحفظكم. نموت عليكم انتم خاوتي قلتلكم. هذا كيفاش اخونا كمال. مرحبا بك. لا
مرحبا بك اخويا. طبيعة الحال الشيء اللي بغيت نوضحه هو انه هناك مجموعه من الدراجين اللي عندهم اصدقائهم دراجين ومن الاخرين في المغرب وسينتظرون الرد في الحدود المغربيه الجزائريه، يعني من جهه المغرب سيقومون بنفس الفيديو ان شاء الله بعد الحجر الصحي. يعني هذا هو الرساله، انه احنا خوا بيرهم غلق الحدود وبيرهم كل شيء وكل ما يقال من هنا وهناك، رانا حاضرين بجنبكم، ما كاش فيتنا بيناتنا. حابين ومرحبا بك. الله يحفظك. بليده تحية سكان بليده. بالمناسبة سكان بليده هم الأكثر تأثرا بمرض كورونا، ربي إن شاء الله يكون معهم، إن شاء الله يعني تعود ترجع الحياة إلى مجراها إن شاء الله. شما سنتية هاي بطبيعة الآن دراجة الآن استعراض القوة الآن. الله يا رب من أين لك هذا؟ الله أكمل أكمل جمال يا حبيبي جمال. طبيعة الحال انا عارف باللي مجموعه من الناس يقولوا لي دونك كازينو ام اش دي هذا الصوت مزعج وش هو الفايده تاعو، ولكن محبي الدراجات الناريه يفهموا هذا الشيء، يعني هو تعبير عن الفرحه والحضور يعني. يا الله سيزوكي فيات العلم الجزائري مع العلم المغربية في الواجهة يعني كما تشاهدون، وهذه أجمل لقطة ممكن أنك تصورها في فيديو يعني صراحة. هاي الضفة المغربية، هنا يعني المغرب، هنا يعني بعبورك لهذا الواد تدخل إلى المغرب. وأنا زرت هذا المكان طبيعة الحال. شوف الصافرات تأتي من المغرب، راك تسمع فيها الصافرات. يا الله الجمال. بطبيعة الحال نصيحتي لكل هاد الشباب، بما انه انا ما عنديش دخل في الدراجات النارية وما عنديش خبرة في الدراجات النارية، الشيء اللي نخافوا يعني على اصحاب الدراجات هي السرعة المفرطة وعدم يعني الالتزام باجراءات الوقاية، لذلك يعني نصيحة مني اليكم وكتذكير خذ تاعكم وتفكروا ديما الاهل تاعكم واحبابكم واصحابكم واصدقائكم والحياة يعني، ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة في هذه الحياة. الله على الأغوى، الله على النهضة، الله على الجمال ده، الله. طبيعة الحال مدينة تلمسان معنية برفع الحجر الصحي النهائي، يعني ما عندهمش حجر صحي نهائيا في هذه المدينة وهذه الولاية عفوا. الله يحفظك ويبارك الله فيك. يا ريت الفيديو هذا انا احس ما اعتقد. موت عليكم خاوتي، ربي يحفظكم، يعطيكم الصحة. المهم هذه ضيفة جزائرية. المغاربة خاوتنا.
الله يحفظكم الله يحفظكم من السك للسك الله يحفظكم من السك للسك خاوتنا وتحيا المغاربه خاوتنا نموت عليكم كاع من صغير لكبير كاين اللي مطار كاين اللي ماشي مطار نموت عليكم ربي يحفظكم والله ان شاء الله يحفظكم تحيا لكم كاين اللي مطار كاين اللي ماشي مطار يعني كاين اللي عنده عقليه تاع الموتور وكاين اللي ما عندوش عقليه تاع الموتور يعني يبغيكم كبير وصغير المهم هذا هو يعني الفيديو جمال صراحه جمال رائع ورساله جد جميله جدا يعني لكل خلاق الفتن لكل صناع الفتن تحيا لكم كاملين ان كنت من الجزائر من المغرب من تونس من ليبيا الناس مازال ما فهموش انه ما عندناش فوارق بيناتنا وحنا مسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل وربي يهدي كل انسان يعني يسعى الى خلق الفتن المهم نشكركم على حسن المتابعه والاصغاء نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله بيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته